السلام عليكم أصدقاء، رجعنا لكم فيديو جديد وأخبار جديدة وبالعناوين: نادي الكرامة صفقات نارية والنسر الأزرق يستعد للتحليق من جديد. جمهور نادي الكرامة مع كل صفقة نارية، مع كل صفقة أروع من الصفقة اللي قبلها. عم يرقص شيخانة، عم يعمل دولاب، يعني عامل عرس. جمهور الكرماوي مبسوط، فرحان، مبتسم، مزهزه بالصفقات والعمل الجبار من إدارة نادي الكرامة، إن كان رئيس نادي الكرامة عهد خزام والأستاذ عمر العمور النائب الرئيس. يعني صفقات والمسؤول عن كرة القدم صفقات نارية. أنا الآن إلى الآن مستغرب كيف كان في بعض الأشخاص قبل بداية الصفقات أو الانتقالات لنادي الكرامة كانت عم تهاجم إدارة نادي الكرامة. كيف؟ فهمني كيف. فرج يا الله، أنت مزهزه، مبسوط، شيخانة مبسوط على الأول، راح نحكي بالإضافة، مزهزه الشعب الحمصي. بالإضافة موعد قرعة الدوري السوري، وكر منتخبنا للشباب استعدادا للتصفيات الآسيوية. قبل ما نفوت بالتفاصيل، طج لايك، لايك ببلاش، شارك الفيديو أصدقاء، كومنت، اشترك بقناة، تابعنا على الفيسبوك، ونحن لكم كونوا شاكرين. نادي الكرامة العمل الجبار والشيء اللي بتبتسم بكل أمان وبتتفائل خير إنه كرامي سيعود أو النسر الأزرق الكرامي سيعود للتحليق من جديد. البعض بيقول لك الصفقات مو كل شيء، الأموال مو كل شيء، لازم تشتغل. بكل تأكيد، إنما هي الخطوة الأولى لأنك أنت تنافس على الدوري إنه يكون عندك صفقات. نادي الكرامة بالسنوات الأخيرة كان عم يعاني من ضعف الصفقات وضعف نوعية أو قيمة اللاعبين اللي عم يتعاقد معه. يعني دائما إدارة نادي الكرامي بالمواسم السابقة، الإدارات المختلفة كانت عم تستنى بعض المواسم لآخر نفس أو لآخر اللاعبين اللي ممكنها يتبقوا بالدوري وتعمل معهم تعاقدات. اليوم إدارة نادي الكرامي بقيادة الأستاذ عهد خزام والأستاذ عمر العموري عمل جبار. أنت عم تختار أفضل لاعبين. نرجع للبند الثاني، هل نادي الكرامي سيحقق الدوري؟ هل نادي الكرامي سينجح؟ ما بدي أقول، ما بحب أذكر كلمة هل ممكن الفشل. الخطوة الأولى أنك تعمل تعاقدات صح، الخطوة الثانية أنك تشتغل صح بالموسم وتستمر، والتوفيق من رب العالمين. من القلب بتمنى التوفيق للنسر الأزرق، بتمنى التوفيق لكل الأندية السورية. أنا دائما بطمح عبر قناتي وحساباتي أنه يشاهد دوري ممتاز بأكثر عدد ممكن من الأندية. أنا بفرح لأي نادي بيعمل تعاقد أو بيكون جاهز للدوري. سبق وحكينا في فيديو سابق، عشان ما البعض يقول لي أنت عم تحابي أو عم تيجي من صف الكرامي. حكينا في فيديو سابق عن تعاقدات أهل حلب وتعاقدات نادي الوسبي، قلنا ما شاء الله دقوا على الخشب. فنحن بدنا متعة بالدوري، وبالنهاية اللي بيستحق أو اللي بياخذ بطل الدوري عن جدارة واستحقاق من القلب نقول له مبروك. اليوم الكرامي كان عم يعلن عن المدافع يوسف الحموي قادما من الفتوي، والمدافع عبد الله الشامي للأمس قادما من النصر الكويتي، وتجديد للناموس والأخلاق واللاعب الرائع عبد الملك عنيزان، والجناح وكان عم يتعاقد مع جناح مؤمن ناجي قادما من جبلي. خط دفاع نار لنادي الكرامي الى الان، بالاضافه الى احلى صلعه بحمص نصوح النقدله بعد صلعته. وبالاضافه كان قبل قليل يوسف محمد، زيد غرير، احمد الشمالي، عبد الله الشمالي، عبد الرحمن بركات. سنرجع الحين لتعاقدات نادي الكرامي. الى الان يحتاج ممكن الى قلب هجوم قناص اخر، ويحتاج الى حارس مرمى. بتقول كرامي جاهز لخوض. ما بدي اقول لك، انا سالت بمقابله سابقه، سالت الاستاذ عمر العموري، قلت له رح تنافس على الدوري؟ قال لي كلمه منافسه انا ما بقبل اكون بطل الدوري. من القلب نتمنى التوفيق للنسر الازرق، للعشق الازرق. مثل ما حكينا نحن دائما على قناتنا، نتمنى انه يكون في دوري ممتاز باكثر عدد ممكن من الانديه اللي بتنافس. بالنهايه هي رياضه، الفائز او بحقق بطل الدوري من القلب بنقول له مبروك، ان كان كرامي او فريق اخر. بتابعوني على سنوات دائما نحن بنهلل ومنطبل ومنزمر للبطل وبنعمل له اكثر من فيديو. الكرامي نار، شيخاني، ها جمهور الكرامي مبسوط ومزهزه على الاخر. مبسوطين بهالتعاقدات بكل تاكيد جمهور الكرامي، وان شاء الله موسم استثنائي ان شاء الله رعب. وانا وعدتكم بمنشور سابق انه تلقبوا عينك على الرسمه، الرعب راح يكون بالاعلان عن اللاعبين، وفينا بوعدنا. لكن عندي همسه عتب على البعض اللي كانوا عم يهاجموا الاداره، اداره نادي الكرامي والداعمين. يعني فرق، يعني اكثر من هيك شغل، اعظم من هيك شغل، يعني عم يعملوا اللي عليهم؟ لا، واكثر كمان. منكمل بالنسبه لدورينا، دورينا يا دورينا الممتاز. نرجع لدورينا، موعد قرعه الدوري السوري ان شاء الله. اتحاد كره القدم دعا وسائل الاعلام والمواقع الالكترونيه لحضور قرعه الدوري السوري يوم الاثنين ان شاء الله، تاريخ 5 اب الساعه 12 ظهرا. البعض، وانا شفت بعض الكومنتات اجتني على المنشور اللي نزلته، انه كيف بدهم يعملوا قرعه الدوري ولسه ادارات الانديه ما تثبتت، او بعض الادارات ما جاهزه، او
كيف راح تصير القرعه بعدم حضور مندوبين انديه، ليس بالشرط، ليس بشرط ان يكون هناك او بالمؤتمر او بالقرعه عفوا مندوبين الانديه، المهم يكون في وسائل الاعلام ومواقع الالكترونيه لتنقل الصور والاحداث ويكون في مصداقيه بالقرعه، انما يكون في مندوب عن النادي هذا بالنسبه ل بصير بالمؤتمر السنوي او المؤتمر العمومي، انما كقرعه ما ضروري لا تكون الاداره جاهزه ولا بعض الانديه جاهزين. انت بتحكي عن قرعه الدوري السوري، يعني ان كانت الانديه جاهزه او الادارات ورؤساء الانديه جاهزين او لم يكونوا جاهزين فالقرعه راح تصير مثل ما ذكرنا سابقا. الدوري راح ينطلق ب 8/10، في كثير انديه، يعني انا الان بنتظر، وبالامس سمعنا عن رئاسه او تم تشكيل اداره نادي الفتوي، مدربها راح يكون طارق جبان، بالتوفيق يا رب الى بطل الدوري والكاس نادي الفتوي. في كثير انديه لسه عم نستنى منا الخبر، عم نستنى من حطين، عم نستنى من جبلي، عم نستنى من تشرين، عم نستنى من الطليعه، عم نستنى من كثير انديه انه تعلن عن الاداره، بتعلن عن المدرب. يعني دائما نحن عندنا هي المشكله بالادارات، والسبب سبق وحكيناه بكثير فيديوهات، عدم الاحتراف. نحن بنعمل كل موسم بموسمه، يعني حاليا اعطيني دوري وخلينا نعمل اداره بدوري وحقق دوري وحقق انجازات لبكره يخلق الله ما لا تعلمون. هي مشكله الرياضه بالسنوات الاخيره، مو نادي وناديين، دورينا بشكل عام. كنا بالسابق نعتمد نحن على الاشبال، على الناشئين، على الادارات اللي تستلم الاداره او رؤساء الانديه والداعمين اللي يستلموا اي نادي 5 سنوات، هذا الشيء فقدناه بالسنوات الاخيره، واي احد سلبيات دورينا سبب ضعف دورينا. بتشوف نادي بتعاقدات الموسم السابق او اللي قبله بداعم بتعاقدات قويه نار جباره وبحقق بطل الدوري، الموسم الثاني بروح الداعم بروح كل شيء. بدك تقول لي هذا الشيء ما بيعني، هذا الشيء بيعني انه نحن ما نقبل الداعمين؟ لا، هذا حال رياضتك، هذا حال رياضتك. اللي عنده داعم اليوم بيكسب حاله وبحقق دوري وبحقق كاس، يعني قد ما فيك بدك تكسب حالك بوجود الداعم. شو بصير بكره؟ هذا حال رياضتنا للاسف. يعني خلينا نكمل. معسكر منتخبنا للشباب تحت 20 عام حاليا منتخبنا متواجد بدمشق ليستعد لتصفيات الاسيوي تحت 20 عام بقياده الكابتن او المدرب محمد عقيل. بالنسبه لمنتخبنا الشباب، يعني حضرنا اخر مره بطوله غرب اسيا، خايفانين على منتخبنا الشباب، ناطرين المحترفين. حكينا انه انت بدك معسكر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ولازم تشتغل على هذا المنتخب تحت 20 عام، لانه نحن عندنا عندنا اسماء، ونحن مجموعتنا اللي حتكون فيتنام، بنغلاديش، بوتان واغوام، بالاضافه لمنتخبنا الوطني. التصفيات اللي راح تصير من 21 الى 29 شهر التاسع القادم ان شاء الله، يعني تقريبا بعد شهر و15 يوم او 20 يوم تقريبا، يعني شهرين، شهر و20 25 يوم تبدا التصفيات. لازم نكون جاهزين ونعمل معسكرات قد ما فينا. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، بالتوفيق لجميع الانديه السوريه اللي بتابعنا. للبعض بلومون باللي بتنزل لا لا لا، انا اللي عم تابعنا على الفيسبوك بنزل تعاقدات الانديه كلياتها، بنتمنى التوفيق من القلب لكل الانديه، وحتى على الفيسبوك بس انشر اي انتقال او صفقه لاي نادي اخر شيء بنذكر بكتب بتوفيق للفريق الفلاني. نتمنى التوفيق لكل الانديه السوريه. بنهايه الفيديو اليوم دعمنا بلايك كومنت، فعل زر جرس، طج لايك ببلاش، شارك فيديو اصدقاء، ونحن لكم كونوا شاكرين. اتمنى دائما تضلوا خير. السلام عليكم.